آسف سيدي الرئيس. summarize the situation in 2018 by stating we asked the whole world وإننا نناشد العالم كله آسف سيدي الرئيس. Why do we ignore and do not implement Security Council resolutions? لماذا لا نطبق قرارات مجلس الأمن؟ لماذا نطلب من الناس العالم كله؟ لماذا أن معاناة الفلسطينيين تستمر؟ لماذا أن المجتمع الدولي غير قادر على حل هذه القضية؟ لماذا الضحايا يستمرون؟ لماذا الضحايا يواصل عرضهم على أنهم قتلة بموجب الكاذبة الصهيونية؟ لماذا الصهاينة دائما يفلتون من العقاب؟ لماذا فقدت كل هذه الأرواح في غياب وفي عدم تحرك الضمير العالمي؟ آسف سيدي الرئيس. السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة، في هذا السياق تظهر الكويت لأول مرة أمام هذه المحكمة داعية إلى تبني قرار الجمعية العامة 77247 ونطلب من المحكمة أن تقدم رأيًا استشاريًا حول موضوعين قانونيين. أولهما طلب المحكمة أن تقيم مدى قانونية سياسات القوات المحتلة ضمن احتلالها للأراضي الفلسطينية، في حين أن نطلب من المحكمة أن تقرر ما هي التبعات القانونية لذلك. والسؤال الثاني، هذا موضوع يتعلق المحكمة، هل أن الاحتلال أصبح شرعيا وقانونيا؟ كويت تقول أن هذا الاحتلال غير قانوني وتؤكد على ضرورة توقفه. السيد رئيس أعضاء المحكمة المحترمون، زملائي الأعزاء، الآن علينا أن نعالج هذه القضايا بعمق أكبر. وثانيا، أولا سعادة السفير طاهر بناي الممثل الدائم للكويت في الأمم المتحدة سيعالج ويتحدث لماذا أن المحكمة لديها صلاحية أن تقدم رأيًا استراتيجيًا الذي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه سيركز الضوء على الجوانب القانونية والممارسات غير القانونية تقوم بها القوات المحتلة. ثانيا، سعادة طاهر ناسن مساعدة وزير خارجية للشؤون القانونية للكويت ستبدأ بتعديد كل الأمور لتثبت عدم قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهي بعد ذلك ستركز على التبعات القانونية الناجبة عن انتهاكات القوانين الأساسية، كما أن ستقدم المحكمة ملاحظات ختامية مؤكدة. شكرا لأعضاء المحكمة ورئيسها لإعطائنا شرف المثول أمامكم، ولا نطلب من السيد الرئيس أن يدعى السفير مناعي ليخاطب. أكون إليك عالية عبادك اليمانية، دايما أحك الثانية، نحن غرابة عك عك، نحن غرابة عك عك، نحن غرابة عك عك. أكون إليك عالية عبادك اليمانية، دايما أحك الثانية، نحن غرابة عك عك. أكون إليك عالية، لبيك لا هم ما همل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك، لبيك لا هم ما همل، لبيك نحدون الأمل، لبيك لا هم ما همل، لبيك نحدون الأمل، الحمد لك
وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل، لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل. نحن غرباء أكون إليك عانية، عبادك اليمانية دايما أحك الثانية. نحن غرباء نحن غرباء نحن غرباء أكون إليك عانية، عبادك اليمانية دايما أحك الثانية. نحن غرباء أكون إليك عانية. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. لبيك لا هم أهمل، لبيك يحدون الأمل. الحمد لك وشكر لك وكلنا نخضع لك. لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل، لبيك لا هم أهمل.